وصفة. النهاردة هنعمل وصفة من وصفات العيد، بس هعملها بطريقة خاصة جداً أتمنى تجربوها. النهاردة هنعمل مع بعض الغريبة. المقادير: كوباية سكر بودرة منخول كويس جداً، كوبايتين زبدة، زبدة مش سمنة، 7 كوبايات دقيق هنستخدمهم بالتدريج، ولمستي الخاصة هنستخدم قرنفل صحيح. هنعمل الغريبة ازاي؟ هنخلط الزبدة مع السكر، ويفضل الزبدة تكون ساقعة. هنفضل نضرب فيها لحد ما تبقى زي الكريمة. بعد كده هننزل عليها الدقيق بالتدريج لحد ما تلم معانا. نوقف الدقيق، يعني ممكن ما تاخدش 7 كوبايات كلهم. بعد كده هنكورها ونسيبها في الصاج ترتاح 10 دقايق. قبل ما ندخلها الفرن هنجيب القرنفل ونغرس كل واحدة من الغريبة، هنغرزها بواحدة من القرنفل. بعد كده هندخلها على درجة حرارة فرن متوسطة 170. هتقعد قد إيه؟ هتقعد من 10 دقايق ل20 دقيقة حسب كفاءة الفرن عندنا. المفروض إن الغريبة ما تغيرش لونها، يدوبك تمسك نفسها ومن تحت تاخد لون أصفر فاتح، ذهبي فاتح. هنطلعها نسيبها على الصاج لحد ما تبرد تماما، وبعدين نبتدي نحطها في الأطباق بتاعتنا، وبكده سفرتنا تبقى جاهزة.